الكاميرا مش هتشتغل. لا ما ايه ده؟ كان معايا 90,000 راحوا. الحوار اللايف هو فصل، اللايف فصل. حوار الاوتو ده خد يا عم، ده انت عيل ابن جزمه يا عم. شباب هي كده بدأت ولا ايه؟ يا بدأت فكست عليك شاب وتسحب راس، عيل ابن جزمه اصلا. نقفل الاكونت ده ما ملناش حظ فيه. نرجع لمرجعنا احنا، نخسر الدنيا تمام. ازيك يا شلب يا كريم يا ياسر، ازيكم يا جدعان؟ عين البورصه بس رشقت في دماغي خرمتها لي، فانا لايف فصل مرتين يعني ما كملش. اول لايف، ثاني لايف جيت اعمل ما اشتغلش لو بيس. الحمد لله عادي. طيب يلا بقى نخربها نخربها وعادي يعني ما نكسبش المشكلة. العين اشتغلت يا محمود عبد الله، انت مش هتديني ملايين، طب خد في عينك. انا نفسي افهم، حد قال لكم ان انا ابن وزير؟ ليه تخصموا ملايين على انا المليون؟ انا مش هلعب، انا بحب العب الورق ده بس انا مش هلعب. ربنا يسترها عليك. الحمد لله ربنا يسترها، بس انا ماشي في الطريق. تمام، حبيبي الله يخليك. ازاي 26 31؟ يلا العب خربانه خربانه بقى، انا عايز العب والله. الورق حلو والله بس مش معايا غيره. احنا لو لعبت هخسرهم فبلاش. وقف ايه؟ النت وقف كمان؟ حلو الوضع بطلع. ايه ده؟ اتنين؟ خلص. الورق ده لما نرمي بيه نرمي بيه واحنا ايه فرحانين والدنيا تمام. مش حاطط في اللايف. كويس انك ما لعبتش كويس. ليه طيب؟ ها؟ عشان طيب واحد تاني يكسبها ب كويس. انا ما خسرتش كتير يعني. حبيبي الله يخليك، تعالى اشرب شاي. انا حبيبي الناس التانية برضه اللي معايا في اللايف. طب معايا بنتين يا شلبي، بنتين والواد نزل له شايب في الاخر خسرهم، اللي الشايب اداله فول هاوس. حلو. يا جدعان يا جدعان ارحموني يا عمرو يا شربين، ارحمني ارحمني. ما تلعبش، خليها كول كده بالهداوه، خلينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. خدت على عينك؟ واخدها لك اهو فلاش. خلي جابك جنبي. انا قاعد اكونت واحد يا شلبي. حلو الورق اللي معايا ده، العب بيه. بص هيرمي زي الجحش. حاضر. عمتين ابوه. ابني يالا، ابني يالا. خد يالا في عينك يالا. سيبناها يا عين. كمان بقى عيل دلوقتي.
شعلان بيمس بالشيرات حبيبي يا شعلان، روق الشيرات بقى كده يا شعلان عشان اروق عليك النهارده. ماشي حبيبي قلب القلوب، حبيبي اقسم بالله انا نفسي اترجم الهيلوغريفي اللي انت كاتبه ده، بس مش عارف عايز اقول لك على لقب معين بس مش عارف اقول ايه، مش عارف انا هي مش جايبه، هو انا باين اسم محمد. ما ترميش يا الميرو، ما ترميش يلا، ما ترميش يلا، شطار الورق ده. حاضر ايه فافل الشاي، فافل الشاي لا فاشخ لا فاتو بير معفن عادي، واحد معاه الاسف. المرشد يا عم، ماشي يا عم المرشد، نور الدنيا يا اسطى. عملت الشير احلى مسا عليك يا ياسر، كريم ياسر اللي خربها امبارح. انا امبارح اتصلت بصراحة، موضوع رخم انك قاعد فاتح وحتى امك عليكوا على العمل. لا بلاش اللي عملك عشان راجل طيب، خدش ام دي عجله. طيب وانا لسه لاقي ورق من شلبي الكبير، انا شلبي الكبير ايه مش باين ولا ايه؟ يوان بير معفن يا لهوي، خد 5 مليون وانا خسرت 10، ايه وارقبوك اسم معاك يا ابني الجزم. نور قلبك كشربة ومعلش معذور ولا يهمك يا استعان. احلى شير حبيبي يا ياسر، حبيبي شعلان، كريم يا كاشك منور، سلام ورحمة الله وبركاته يا محمود يا محمد. كريم كاشك قول له الأكواد اشتغلت. أنا عايز واحد بقى اللي هو اسمه أدهم ده أشوفه. إيه؟ إيه؟ ما مش هتشتغل معايا أنا ولا دي؟ إيه؟ حبيبي يا كريم هخسر، بص والله هخسر هزعل، انا من كده خسر. خدهم 5 7 لسه لي فلاشايه، ماشي خدهم هما معفنين، انا هخسر عامة يعني. اسلك لي الفشاشات، بقول لك ايه اللي في اللايف بيبعت اي دي، اللي موجود ينزل بالاي دي، اللي روق عليا روق عليه. انزل يعني مين ده؟ هو انت من الناس اللي موجوده اللي مقدراني اللي قاعده في اللايف وتكتب كومنتات؟ انت من الناس اللي مقدراني اللي اسمهم احمد صلاح؟ لا يا صاحبي مش انا، مش انت سمعت، شوف عشان انت ما تسمعش احمد صلاح. طيب محمد عبد الله اول واحد اهو منزل الاي دي، احلى مسا عليك يا اسطى، عارف ان هي والله مش قد المقام بس يعني ايه رايحه جايه كده، سبت دور اروق عليك. احمد محمد اللي لسه جاي هو فيك بس يلا مش مشكله، انا لسه جاي ده روز، ده اسمه روز احمد محمد، ده روز والله عرفتك يا روز، خلاص بعت لك حوده، لك محمود عبد الله وبعت الروز والكريم. اش 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 يا جدعان، كريم ياسر عليهم شعلان شلبي مين؟ كريم يا باشا نزلت لك الشير بتاعك في كل حته،
في كل حته في مصر. كريم ياسر بعد كده شعلان بيكتب لي موضوع انشا تمام، ويروح جه حاطط في وسطه اللي بتاعي. طب انا اصلا هذا سامع ماشي شعلان اهو بعت لك كريم ياسر بعت له بودة السيد يلا يا عم زين بعد كده بودة السيد انا عايز الناس اللي قاعده بس تعمل شات شير كده شويه لايكات ظبطوا الدنيا بس مش عارف عشان نلحق يعني ايه نعوض اللايف اللي ضاع ده تمام. انا بعت لكام واحد كده انا ايه ده انا بعت ال كريم ياسر مرتين ادي 1 2 3 4 5 بعت الكريم ياسر مرتين يا ياسر ابعت ابعت لمين ابعت ل لا 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 لا. انا اخدت السمكة انا هاخد دلوقتي محمد اسمه ايه ده هاخد المرشدي ابعت لمحمد الروش يا كريم يا ياسر خلاص مش عارف الحوار بتاع الايديهات اللي انا بكتبه بيروح لحد تاني ده ابعت يا كريم يا ياسر لمحمد المرشد خلاص ماشي هيبعت لك يا مرشد يا محمد يا روش انا بعت للمرشدي كريم هيبعت لك يا محمد يا روش خلاص هقفل لحد دلوقتي هروح العب انا وزعت 20 دلوقتي يا جدعان يعني شويه ولو كسبت هروح عليكم تاني هو فوق 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 يا كريم يا ياسر بص بعت لك يا شعلان بعت لك يا شعلان انا ما خدتش طيب طيب يا اسطى لما اكسب تاني هوزع تاني يا جدعان هوزع والله تلاتة خمسة عايز فلاش بن انا عايز فلاش شاي حلو انزل فلاش شاي بالاس انتوا تسعة يا لو اللي معانا 10 اولاد هيزعلني لو كسبت الدور ده هوزع كسبت الدور ده يلا يا رجالة عيدها التاني بص يا جدعان لا بص انا مش هاخد من العشوائيات دي انا هكتب كومنت كله يعمل رد على الكومنت ده تمام اللي كسب هكسب غيره مش هكسبه دلوقتي خلاص اخد بص يا جدعان الكومنت المثبت ده يا ريت تنزلوا الاي دي هنا غير كده انا مش هبص للكومنتات بره تمام انا مش هبص للايديهات اللي بتنزل في الكومنتات العاديه كله يعمل ريبلاي رد على ده كريم كشك اتبعت له تمام محمد زين ما تبعتلوش يا عيني شكله ده انا كنت جيت ابعت له واتبعت بالغلط انت قافل يا زين ابعت لك الدور تاني يعني زين قافل المرشدي انا بعت لك اصلا ماشي انا هبقى هشوف زين زين قافل لسه افتح زين هشوف الناس بس اللي لسه ما تبعت ما حدش بقى يعني ايه ما وصل لهاش افتح زين اخلص لما انا بعت عايز يا اسطى تعالى يا اسطى اتفضل يا عم عيب عليك يا اسطى انا كسبان يا اسطى هروع على الناس فين الناس اللي عماله تنزل بالاي دي؟ فين الناس اللي انا كنت بشوفها؟ يا جدعان في كومنت اهو هنا. انا جاي لك يا شلبي اهو مشرب واجي تاني استنى. يا جدعان يا جدعان اقسم بالله ما هبص في الكومنتات اللي بره. حط كومنتات في الكومنت اللي انا متكلم فيه ده.
استنى يا كريم، انت كسبت المرة اللي فاتت يا كريم، اصبر يا محمد الروش ده انا ما كسبتوش. تمام هيكسب معاك. ماشي يا جدعان، اللي ينزل اي دي ينزله من غير ما يكتب جنبه حاجة عشان الراجل يعرف ياخده كوبي. ادي اسمه ايه ده الروش، هنشوف. يا لهوي، محمود محمد، محمود محمد، محمود محمد اهو. بص بعت لي محمود محمد. ما كسبتش كريم؟ كريم ما كسبش. انا يا حاضر يا كريم، حاضر يا كريم. كريم بيقول ما كسبش، مش عارف ازاي وانا واخد الاي دي. يمكن هو ده اللي انا اتلخبطت فيه، مش عارف. حنتيرة ما كسبش فعلا، بعت لك حنتيرة. مين ده؟ كارتي يا مروح. شايفين يا رجاله انا كسبان امبارح. هبعت لك اتنين بس يا احمد دلوقتي وهروح عليك. يلا يا محمود يا عبد الله، الناس اللي بتكتب تعمل ايديهات بره انا مش هشوفكم، يا ريت تحطوا الايديهات بتاعتكم على الكومنت اللي انا كاتبه اللي الناس بتكتب عليه دلوقتي. يا عم شلبي انا من اكبر المعجبين بيك انت. علي احمد عاطف اللي لسه جاي. يلا انت تاخد عنايا يا ابو صلاح. مشكلة ان انا هتأخر تلت ساعة كمان عن الشغل علشان اللايف اللي فصل ده. بعت لك احمد صلاح، بعت لك محمود عبد الله، بعت لك احمد صلاح، احمد عاطف، كشك، محمود عبد الله، الروش اتبعت له. ممكن انوه عن حاجة؟ محمود ايه يس؟ ممكن اقول حاجة؟ ايه يس؟ في طب شعلان، افتح شعلان، انت قافل، افتح شعلان خلاص. ما انا بعت لك عاطف، بعت لك عاطف خلاص يا عاطف، افتح شعلان، افتح يا اسطى. انا وزعت كده 40 مليون اهوت في لحظتين، انجزوا يا جدعان. يلا عارفين انا اقسم بالله لو هوزع اكواد اخري هم الست اكواد اللي هم 30 مليون ورايح دماغ. طب يلا شعلان انجز، بص قاعد مستنيك. اخ 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 كيراس ميتو. ماشي هنشوف الراجل كيروس اللي لسه داخل حالا، الله اعلم ده فيك ولا ايه بالظبط، بس يلا بما انه رمى الاي دي. لا يا اسطى انت هنشتغل بقى. سيب يا اسطى هنشوف شعلان تاني. ها شعلان ايه؟ هننام يا شعلان؟ خلاص بقى الناس كلها اخدت. يوسف على الطلبات، انا كنت لسه في ليال. احلى مسا عليك يا يوسف عشان انت من الناس اللي بتزن عليا. قافل يا يوسف معلش يا جدعان، بالله عليكم اقسم بالله اللي هيدنه يتكلم معايا في البتاع ده هعمل له بان. انا ما بحبش اعمل حد بان، ما تبعتلوش، ما تفضلوا تبعتوا لي رسائل رسائل رسائل. انا مش هاكل عليكم اكواد، قلت لكم الاكواد هتوصل لكم، اول ما تيجي توصل لي هبعتها لكم. فبالله عليكم بطلوا زن. كريم يوسف انت قافل انت كمان. يلا خلاص راح العب دور تاني. لو هتلعب عادية يا شلبي انا معاك. انا قاعد اسمها ايه دي؟ وماها؟ انا موزع حد الان لحد 40 مليون دلوقتي حاجه، و40 مليون كمان. يعني اجي معاك على العاديه؟ يا عم انا وماها ام 10. ايوه وماها ام مليون اللي هي بتدخل 5 مليون دي. مع 5 مليون ايه وبتاع ايه؟ خلاص
خلاص يا شلبي. ما 10 اللي هي 10 مليون يا اسطى، ايوه اللي هي بتخصم منك مليون. بس انا الناس اللي لسه جايه، طيب اكسب دور هطلع اوزع. حاضر يا جدعان، نترو جيمنج ماشي. ايه الستتين عشرتين دي؟ ايه يا عم انت بتعمل المستحيل يعني؟ لا ما بعملش المستحيل يا اسطى، انت مش عاجبك مع السلامه يا اسطى. في ايه؟ الناس قاعده هنا بالحب يعني. مش عارف هو داخل يضرب يعني، مش عارف بيعمل ايه. الدور ده انا كنت عايزه، اقسم بالله انا كنت عايزه اوصل لها السرير. انا كنت في الهوس، كان في تسعتين، ممكن يكون في تسعتين. يعني الناس اللي قاعده مش حوار، قاعدين بقى مستنيين مليون، الكلام ده كله كلهم صحاب. يخرب بيت ابوك، العب اقسم بالله عايز العب. احلى ورق، الواد ده فصلني. الدور ده بتاعي والله، بس غصب عني اهو، والله بتاعي. مكين ابوك يا عم، كنت هاخد منه حاجه محترمه. شلبي واخد بنش راد، مفيش عادي، مفيش مشكله يا اسطى. بودة السيد انا بعت لك يا بودة، بتهيألي انا فاكر ان انا بعت لك. بس ما تعملش ريبلاي على حد. نفض يا اسطى، عايز العب. لا مش حاسس الورق ده، نفض. انا كان معايا، لا مش كنت حاسس. بخسر الوقت، كان ستريت وانت توبير، مش فاكر. بس انا كنت برضه نفس الدور ده. لا ما كانش دوري يا اسطى. محمد داخل، انا ما خدتش لسه، داخل حالا اصلا. خطير. اه ايه الورق المعفن اللي شبهك ده انت؟ ما فيش ورق راضي ينزل لي اصلا، ورق كله معفن. نترو جيمنج حبيبي يا محمد يا عواد. ايه ده؟ اوعدني ولا اساسا، انا حاسس ان انا ممكن اديك على دماغك كده. اكسب طيب يا بودة يا اسطى، تظبط الفيك شغال. الله الله ينور. بس يا ريت الفيك اللي داخل ده كده، يا ريت بعد اذنكم تشدوا شير معايا كده، انا هظبط الدنيا والله. يعني في ناس فيك كتير كسبت معايا دلوقتي، بس ايه ظبطوا الدنيا. اكسب هروح عليك، ما ترميش يا ابن انا خسرت يا رجال للاسف. انا هرمي الدور ده وهخسر وهزعل، لان انا عايز اكسب علشان اكسب والله. اوب على الفول هاوس. اي ده هاتي يا جدعان. مش هاخد اي ايدهات في الكومنتات دي. بعد اذنكم هنا انا مش باصص للكومنتات اللي بره. انا مش باصص لاي كومنتات بره. نترو تمام. اي حد بيبعت لي رسائل والله ما هبص لها. نترو قافل. زين قافل. زين ناخد بالترتيب كده. ماشي. احمد عاطف اكيد فاتح لانه لسه واخد دلوقتي. احمد عاطف فاتح. ماشي. يوسف حسن هو كان قافل، فاتح دلوقتي. تمام. مين تاني؟ يلا يا عم المرشدي.
كل اللي كسب بيكسب تاني عادي طالما الدنيا رايقة وبنكسب أي حد بيبعت لي رسالة والله ما شايفه، والله ما شايفه أنا شغال. لو على الفيك يا جدعان أحمد محمد، مش أنت ده واحد تاني بلا روز. روز ماشي يا فيك، خلي الفيك شغال يا روز. الله يسهل لك أصلا أحمد محمد بتاعنا أحمد صلاح. كت كت بوكا تك 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 ماشي. بودة بودة قافل، بص بودة قافل، علي نصر بودة قافل، أي حد قافل أنا مش هستنى يا جدعان. تمام، أنا وزعت دلوقتي 15 مليون. تمام احمد عاطف، انا بعت لك يا اسطى، بعت بقى اقسم بالله لو لقيت الايميل بتاعك يا احمد يا عاطف منزل اي دي تاني مهدي لك حاجه تاني. اي حد هينزل الايميل الاي دي اكتر من مره مش بعت له حاجه. ده جمال غريب، احلى مسا عليك يا جمال غريب. احمد عصام تمام زين، بعت تاني. شعلان اختفى ليه؟ شعلان اختفى ليه؟ انت قافل يا زين. طيب محمد محمد اللي اخد بان من الديسكورد معرفش ليه. يلا مبروك يا اسطى زين ال 200 مرة. فتح اخيرا. هشام اسامة خسر البطولة وجه. هو انت ده يا ولا؟ اهو 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 يحيى عاطف، يحيى عاطف ماشي، يحيى عاطف لسه داخل. يعني الفيك شغال على ودني. انا بعت للناس كلها يلا. انا اتروق عليا النهارده، كسبت وروقت عليكم. عارفين انا يعني ايه مروق عليكم بكام دلوقتي؟ بنتين. انا بقى ده انا خفت من الواد ده والله، مش قاعد جنبه ده طيار. هو كويس ان هو ماشي. بس انا بعت للناس كلها يا جدعان، بعت للناس كلها. الو احنا عصام، بصوا يا جدعان اقسم بالله انتم ما في بربع جنيه فهم، لان انا عمال اتكلم بقول ابعتوا في الكومنتات، الناس عماله تبعت في الكومنت اللي انا مثبته يا اسطى، وانتوا بتبعتوا في حته تانيه يا شيخ، حرام عليكم يا جدعان. طب انا اعمل ايه؟ بص زعلان احمد عصام زعلان، ده عمل له انا ان شاء الله. تقول له يا صاحبي انت كسبان 300 مليون. استنى بص، ماليش دعوه يا احمد، احمد ماليش دعوه اللي هو كسبان ايه وكده، انا ليا دعوه ان هو قاعد في اللايف عندي دلوقتي. تمام يا احمد ماليش دعوه، انا بتكلم في حته ان الراجل دلوقتي موجود معايا تمام، وقايل لهم يا جدعان انزلوا في الكومنت اللي انا سايبه وكاتبه، والناس كلها حاطه ايديهات ومستني اي حد منهم. كسبت الناس اللي كسبت مرتين ثلاثه وهم قاعدين يعملوا في بره في الكومنتات، اقسم بالله. لا لا يا جدعان، لا يا جدعان ده ما فيش بربع جنيه. اعمل ايه انا طيب دلوقتي يا انا ما اخدتش؟ طب يا نيترو بيتهيألي ان انا قلت اسمك اكتر من مره، وبيتهيألي ان انا رحت جيت ابعت لك اكتر من مره وقدامكم يا جدعان وانتوا قافلين. بالله عليكم، بالله عليكم اقسم بالله انا على اخري. اولا انتوا مش عاملين شيرات يعني مش مظبطيني يا احمد يا عصام. انا ازعل علشان انت زعلان يا اسطى، عشان انت من الناس اللي انا بحبهم، والناس اللي موجوده كلهم انا بحبهم تمام. بس دلوقتي انا لما اجي اكتب كومنت عشان تيجي تحطه هنا ايدي اهوت، اقسم بالله اهوت هنا تمام، وانتوا ما تعملوش الكلام ده، واقول ما شايف الكومنتات اللي بره تزعلوا مني انا؟ تاني يا جدعان، تاني يا جدعان انا كسبت دور هروق عليكم تاني. يا جدعان يا اسطى والله ازعل يا اسطى، لان انا مش يعني انا دلوقتي ما بعتلكش، ما بعتش لناس تانية عشان كلهم موجودين بيكتبوا بره في الكومنتات. محمد العبيدي كلكم ناس قديمه المفروض تعرفوا الكلام ده. طيب ابدا اوزع من اول الناس اللي كسبت قبل كده، مش هبعت لها ماشي، عشان هبدا ابعت للناس اللي لسه دخل. ايه يا اسطى
احنا 22 راجل في اللايف مفيش شيرات اصلا. ده انا كام؟ ده انا 100 شير. صباح الفل. انا انت عارف انا موزع عليهم كام دلوقتي؟ عارف 100 وشويه تقريبا. تمام. ادي عبد الله عماد، محمد عواد تاني واحد اهو، تمام. روش بعتل لعبيدي. اخيرا اخيرا يا جدعان. يا لهوي لما نزل كومنت يا جدعان بالله. العبيدي قافل. بص العبيدي اهو قافل. هرجع لك يا عبيد، هرجع لك يا عبيد. مصطفى محمد ده النار. كريم كشك، عواد، نترو. هنبص على نترو ونرجع لايه الراجل الطيب اللي هو اسمه عبيد. نترو فاتح اهو. احلى مسا عليك يا نترو. والله اصلا انت لو كنت بعت في الاول اكتر من مره المرات التانيه كنت كسبتك مره واتنين زي ما الناس كسبت عادي. هنرجع للراجل الطيب اللي هو اسمه محمد العبيدي. تمام. فتح. احلى مسا عليك يا اسطى. نرجع تاني، نرجع تاني. مين اللي ما اخدش؟ احمد عبد اخد، والرجالة دي كلها اخدت. دن 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 دن. نقول احمد عصام تعالى يا اسطى. والله لازم انا مزعل. تمام. نترو ده كله كسبان، ده كلهم كسبانين، كلهم كسبانين. انا مش شايف يا اسطى. اخد. اصبر يا اسطى، بطل بطل سبام يا اسطى عشان اعرف اخد الكومنت بتاعك. هتاخد حظر. ما انت عشان تعمل سبام تاخد، تعمل سبام. يلا يلا عشان ما تعملش سبام تاني بعد اذنك، عشان ارتاح بس. اخر واحد يا جدعان دلوقتي، ونلعب دور ونكسب تاني. خلاص على بال لما العب واكسب تاني باذن الله. الاقيكم بس عاملين لي شيرات، قصدي ايه مظبطين لي الشيرات، يعني نوصل 1000 شير كده دلوقتي. انا موزق فوق ال 120 مليون دلوقتي. كل انا في اللايف من ساعتها. طيب يا مصطفى. طيب حاضر يا اسطى. عينيا الاثنين يا مصطفى. فين مصطفى؟ اهوت يا اسطى. ولا تزعلش نفسك اقسم بالله. بص انا طول ما انا كسبان انا عناية ليكم. راح فيه طول ما انا كسبان انا عناية ليكم. الواد شعلان راح فين يا جدعان؟ نروح دور تاني ونلعب. خلاص يا اسطى عايزين نوصل 1000 شير. احنا متروقين. يا ريت البيك اللي طلع يدخل تاني ماشي يعمل شيء. حاضر يا عبد الرحمن، بس ايه نكسب دور ونروق عليكم تاني. فوق ال 120 مليون دلوقتي متوزعين يا جدعان. عبد الله محمد بودة اللي انا بعت لك يا بودة على فكره. حاضر. الناس اللي بس قاعده اكسب تاني عادي. يا اسطى الناس كسبت 3 مرات علشان انتوا بتكتبوا الكومنتات بره يا اسطى. اقسم بالله ما خدت. كريم محمد بص لسه جاي من السنه مش شارع اللي ورا جاي. هو في ايه ده؟ انا ما خدتش. فيك اصلا كل الفيك اللي بيدخل. انا ما خدتش ده كلهم فيك اصلا. فهم فاتحين اكونتات وانا متاكد ان انت ما خدتش. والله عارف انت لسه داخل يا اسطى. ما كسبت مره واحده؟ لا في ناس كسبت مرتين وثلاثه روش. بيقول لك مره اسين، مره اسين خسروا عادي. هم خسرت عادي
بس ما تكملش، اصل انا عارف انت هتقول ايه. انا بقول لك مره اسين. ما اسكت اسكت يا عم، والله معاك من قبل ما تكسب الجيم، ومرة ما كسبت بقى اسين كتير يا كريم يا اسطى. ايوه ما انت كنت باكونت الاساسي يا اسطى، ما الاكونت ده الفيك التاني اللي انت داخل بيه، عيب عليك بس. عارف ان انتوا كلكم موجودين والله. على فكره كم ستين الوقت فول هاوس ب 50 6 و9، ده بيجي له قلب يلعب بدك ازاي؟ والله لسه ده ما... اه محمد يا خالد ماشي يا اسطى، هنروق عليكم يا جدعان طول ما انا متروق عليا، طول ما انا كسبان هبروق عليكم. 120 كده بلبل متوزعين. احببتك يا هدي، ايه ده؟ ماذا تقول يا نيترو؟ شير الشير يا جدعان، احنا مين شير؟ 150 شير، انا مروق على الرجاله، الرجاله مش مروقه عليا. انا مش موزع، انا لو ما فيش فيك على العموم انا مش عايز حاجه عادي. يا كريم بص يا كريم، انا ليه بقول كده؟ لان انا شايف، فيك كتير، الفيك كتير دخل و... يعني ايه وكسب، عشان كده اي حد انا بشوفه جديد ودخل بيقول الكلمتين دول فانا بقول عليه فيك. حبت لما الاقيه مره واثنين وثلاثه قدامي والراجل تمام، فده من حقه ان هو يكسب. بص انا معايا ورق حلو، هلعب هخسر. بص وادي 30 مليون طارو كده في السريع، قلب اخوك انا بحلف. خلاص يا كريم انا الاثنين ليك اقسم بالله، انا عصام حبيبي يا اسطى عوض، عايزين نتفق. اشوف بس الشيرات كده وصلت ال 700 شير يا جدعان، شوف الشيرات، احنا 24 بني ادم. جميل، انا خسرت يا بودة يا بودة، تمام اكسب واروح عليك بس. انا كان معايا بنت؟ لا ما حدش يقول، ما شفتش. لو رميت ده هتكسب؟ لا انا كنت عادي. يا ايه ده الراجل ده معايا من اول لايف، بودة صح؟ مارو، مارو ما كسبش يا عيني. هم بص اهو، مارو ده كان معانا اهو ما كسبش، كان دورك صح؟ كنت اسيء، كنت فول هاوس، كنت فور اوف كاين صح؟ انت لبوكيتي. ايوه انت لو كسبت كده اعمل روم للرجاله وما يدخلهاش غير اللي عايز. لا يا اسطى، وانا مش حوار يا اسطى، انا روم وغيره، انا طول ما انا بكسب بروق عليهم، بس اهم حاجه يروق عليا شير يا جدعان، في 26 واحد يروق عليا. حاضر يا اسطى، عينيا الاثنين هكسب بس وهروق عليك يا بود، انا خسران 30 مليون دلوقتي. 3 4 5، انا عايز الستة، ما نزلتش الستة. معاك ايه بنتين ولا شايب؟ لو معاك شايب هتكسب. انا مش هلعب، هو الكومنت مش ظاهر، كومنت ظاهر يا اسطى. علي عصام حاضر يا اسطى، اكسب اكسب، انا خسرت، انا خسران دلوقتي فوق ال 30 مليون. خلاص انا معلم، انا عمار مش بود ولا ماشي يا عمار. اصل القطه دي انا عارفها بنفس الحوار كده. يا بود ما قلت عينيا الاثنين ليك يا اسطى، يا اسطى بدل ما الكلام اللي انت عمال تتكلم ادخل اعمل شير يا اسطى، انا طول ما الشير 170 كده انا مش هعمل اي حاجه، مش موزع. اللي لسه داخلين دول هيكسبوا وانا لا. هي الناس اللي بتدخل تبعت لي رسائل على يعني هدول الرسائل ليه؟ انا فاتح شير يا جدعان، فاتح لايف. كله هياخد مره واثنين، كله اخد مره واثنين وثلاثه والله يا جدعان. بس انا شايف ان الناس ما فيش تقدير وما فيش اي شير بيحصل يا جدعان. بس وشاب 4 و8، يمكن ينزل لنا بالشايب فلاش.
بس انا هخسر يعني، انت فاهم؟ 21 مش لاقي. لو احسن طيب كويس، انا خسرت، كنت هخسر دلوقتي في الهاوس. مين هلا 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 اخويا، وزع على اللي عامل شير بس. لا يا اسطى، اوصل ل 500 شير واخد الناس اللي عامله شيرات يا اسطى، فاهم؟ بس انا ما لقيتش شيرات يا اسطى، ما لقيتش حد بيقدر زي ما انا بقدر. مش مقدر حد يا جدعان. خالد سلام، ازيك يا خالد؟ مفيش حاجه. انا 27 واحد وبص 190 شير. في حاجه يا اسطى، في كل حاجة يا خالد، فيها يا جدعان كل، والله العظيم أروع على الرجالة طول ما هي بتروع عليا. أنا خسران دلوقتي 50 مليون. أربعة خمسة، حاضر خد. ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، ينزل التسعة، ينزل التمانية، ينزل أي بتنجانة. انا استريك كده علاني، بروق عليكم تاني، اعملوا له شير. خد يا اسطى نوي، ايه حد خد باله؟ هو معايا حد اخد باله من اللي حصل معايا؟ يا لهوي، معاه فلاش باين. مش مروق عليكم. يا يوم حكوا ولاد اللذين. انا بعد كده عدلت، لو اتمنى موزع على اي حد غير لما اشوف الشيرات دي 1000 شيء. ماشي. خدت الصدمه، خليهم ينزلوا من اللايف، خليهم اشوفهم تاني في اللايف عندي. بص العدد اللي عندي ده لو قل الاثنين بس اشوفهم في اللايف عندي بعد كده، مش مروق عليهم كده كده اصلا. مش انت روق على حد طول ما فيش تقدير اصلا. قالوا بعد، لا حدش خلع، الرجاله لسه موجوده اهي. في 30 واحد اهوت قاعد معانا وشاف الصدمه اللي انا خدتها. بس والله العظيم، بص انا كنت متوقع، بس انت فاهم انا قلت ايه؟ ايه لو كنت اخدت، بص انا ستريت على ستريت عامة، تمام يعني مفيش. بس ممكن يكون هو كان معاه تسعة ولد. كسبت البطولة يا عم. بطولة ايه يا اسطى؟ ده انا كنت ستريت. بص كنت ستريت. ايه القرف ده؟ بص في 10 تنفار، في 12 نفر طاروا. خد قبلوني، انا مسجل اساميكم. اشوفكم كده، واحد بيقول لي انا ما كسبتش. ولا خدها فلاش. شوفكم بتقولوا لي انا ما كسبتش. قلت لك العب على الواد، خدها فلاش احسن، انا ما لعبتش. العب الدور ده. انا موجود معاك يا اخويا، انا موجود والله يا اسطى، بس انا مش شايف يا اسطى. واخد على عيني دلوقتي، قلت هكسب واروع الرجاله طول ما بيتروع عليا، بس لا حد روع عليا ولا حد ظبطني. الفيك كله خلع. ماشي مسجل اساميكم. انا ب 120 مليون كان وحيد بيوزع اكواد. خد يا عم. بص الحمد لله ان انا ما خسرتش، هو انا لعبت بس ما خسرتش يعني، سبحان الله، وهذا من فضل ربي. اتعاون. بص في، بص 90 مليون كده طار. يلا انا هلعب الدور ده. خد، رايح اعمل شير عادي بعد خراب ملطه. بقول لك
انا كده كسبت كود برضو امبارح. ايه؟ انا امبارح كده كسبت كود برضو ولا مليون بس؟ كود ايه؟ انا الناس اللي كسبت اكواد بعت لها الاكواد كلها. لا لا البطوله اللي بتاعتها اوبس يا جدعان، انا مش هعديها، انا لازم اكسب ولازم اخربها من اول وجديد. يا اخويا انا كنت بعمل من قبلها. ايش تعليق يا جمال؟ لا يا اسطى عيب، انا مش بتكلم. الكومنت اللي انت بتقوله ده بعته لما كنت بتوزع وانت الكومنت كل اللي موجود ينزل ايه ده؟ هو مال الكلام ماله هيلوغريفي ليه؟ تلخبط ام الكيبورد. وسهل اطلع على طول اكبر. لا ماما انا اتقرصت مره مش عايز اتقرص تاني خلاص. بس اصبر بس هاخد دور كمان كده واروقهم. هو الدور ده اخده وراح اروق على الرجاله تاني، راح اكسب بقى واظبط الدنيا. العب ياض انت لسه كسبان، انت على البيض يلا. ما اقدرش ارمي يا اسطى عشان كله هيفلل. انا واخد حظر شيل شلبي ماشي، بس كله واخد حظر شيل على قفايا انا دلوقتي النهارده. اوبس اوبس العيال رمت. اوه انا لو خدت الدور ده، ان اخدته هطلع على طول على ال 10 تاني. ده لو اخدته بابلوني يعني. هو ده بص ربنا بيعوض. الله يا جدعان اوف، شوف من 9 مليون يلا نروح تاني. جاي لك يا فرنسا. بس بسبب اللايف الاولاني انا كسبت يا اسطى، عيب عليه. معاو فلوس وحيد بركه. هنروح نكسب هناك ونيجي نخسر هنا، معروفه قال لي تقدر. اقسم بالله اسمع كلام وهتخسر. طب ليه خد يا عم. اوه 10 5 4 ايه القرف ده يا ابن الجزمة؟ ما كنتش هكسب عشان عالي بدم. بص مخسرني كام؟ 30 مليون. هعمل ايه يا اسطى؟ ما مش عاجل. خد يا اسطى وانا اخسر على ايد امه دلوقتي. خدهم يلا مش بتاعتك، يلا بتاعتي يلا. خدتهم منه تاني بزيادة. عوض بس اروع عليكم، انا خسران 100 اعوضه واروع عليكم. كيلو بيب لمه تاني. ايوه الناس الفيك بدا يجي تاني. 27 تاني بص. 30 دلوقتي. على الطلبات ما انا موزق لما اشوف الشير عندي كده 700 شير. مفيش توزيع غير لما اشوفكم 700 شيء. كلام من محمد ثابت. ماشي يا اسطى يا عم عوض. المهم احنا لا يا اسطى لا على الضحك. شفت احمد عصام الضحك؟ هو حسين المعفنين جم تاني. خالد سلام ايه خد يا عم. اخسر بالحسين عادي طبيعي جدا. اوعى تلعب 70 او اوعى ترمي اوعى ترمي. ايوه كده رجعت حقي من 9 مليون. عبد الرحمن حلو شفت يلا ها
الفيك رجع تاني، يلا عاش. بنعمل كومباك حاجة يعني، ولا في كل حاجة أصلا. لما ألاقي الشير بتاعي مظبوط، ألاقي الشير مظبوط أروح عليكم. أهو أنا معايا الورق الحلو ده، هخسر بيه عادي جدا. 22 مع 15 في فرق، ماشي حاضر يا جدعان. أقسم بالله أنا هروق عليكم لما أشوف الشير. بص أنا قاعد، أنا قاعد حاطط رجل على رجل أهو، أشوف الشير. صباح الفل. انا بتكلم ابو اسماعيل، تعالى اصل انا فاتح الديسكورد. احمد اسماعيل احمد احمس، انت ما شفتش الكامباك اللي انا عاملها؟ يلا ولا احمد صلاح، انا خسران ال 100، خسرت ال 100 مليون، فضل معايا 9 مليون. عارف عملتهم كام دلوقتي؟ 160 مليون. انا قاعد اهو، مش هلعب ولا هعمل حاجه غير لما اشوف الشير عندي بيطرقع كده، الشير بيطير. يا باشا عامل ايه؟ عامل ايه انت يا باشا؟ وحشني يا باشا. لا علي بص يا عم، والله يا صاحبي والله في معضله بين الكوزه اللي احنا خدناه امبارح ده، هيجي لنا امتى يا احمد صلاح؟ ايه بقى، مفيش اشوف الشيرات يا جدعان. انا بقول اشوف الشيرات عندي بتطير، في فيكات موجوده تدخل تشير. هيوصل يوم التلات كده ممكن، اتنين او تلات كده. بعد كده عارف بيب، انت اول ستريمر ياخدها. انا اول ستريمر اخدها، ماليش دعوه. هو يا جدعان انا احمد ابراهيم، احمد ابراهيم بتاعنا. استنى ده احمد ابراهيم بتاعنا. هلا هو احمد ابراهيم، اقسم بالله انت وحشني يا ابني. هو مش عارف تاني بطولة للاسف انا ما لحقتهاش. طب بصوا انا واقف، انا الشير واقف، الشير واقف. استنى بس عشان الناس اللي قاعده، الشير واقف، انا مش شايف اي شير يا رجاله. يا اسطى ما اصل هقول لك على حاجه، انا موزع فوق ال 130 او 120 مليون تمام اول ما بدأ الرجاله ان هي تعمل شيرات. ابدا يا اسطى. حبيبي احمد ابراهيم، اخبارك يا اسطى ايه؟ واخد بنشير. انا كسبان، عايز اروق عليكم، روقوا عليا. عشان انت امبارح كنت بتوزع اكواد بعجله الحظ، واقول لا انا ما كنتش عامل ولا عجله. ايه ايه المدعكه والتوزيع ده من غيري؟ شفت ده انا وزعت بتاع كتير يا اسطى وانت قاعد نايم. الحمد لله يا اسطى، الحمد لله زي الفل يا احمد ابراهيم. بلعب يا عم، بلعب اهو يا اسطى. بس المهم ان انا مستني الرجاله تعمل شير. انا بالظبط 5 دقايق، انا عايز اوزع هقفل، بعد 5 دقايق هقفل. ايه الدنيا؟ عايز العب، مش حاسه. هو ورق حلو بس مش حاسه. شوف اوب، يا لهوي يا ريتني لعبت. يلا مش مشكله، انا هفتح 5. يا جدعان يا جدعان، الشير واقف والله والله، ده ما تقدير يا جدعان. يا عم احنا بنتفرج مش عايزين حاجه. بص يا اسطى محمد ده، الله على دماغي يا اسطى. لو انت مش شايف الشير بتاعي يا اسطى، انا شايف الناس اللي عامله شير. انا عارف ان في شير، بس المشكله ان انت بتعمل شير. بص يا جمال، بص محمد عصام، علي عصام اهو تمام، محمود عبد الله عامل شويه شيرات، وكريم ياسر عمل شويه شيرات، وشعلان عامل بكام ايميل شعلان. بص بثلاث ايميلات شعلان عامل شير، باربع ايميلات كمان تمام. يعني واحد اسمه شعلان عامل باربع ايميلات، وانا فين تمام. وبعد كده جمال غريب، وبعد كده مش عارف علي عصام، بعد كده علي عصام، جمال غريب، محمود عبد الله، عارف مين، مارو. يلا 300 شير اهو، يلا رجال. ها لسه، يا لو تنزل فلاشايه
يا بقى يكون واحد معاه الفلاش التاني بالاس. زعلان معاك ستريت صح؟ 16 طويل؟ انا مش ظاهر يا اسطى، انا ما احذرش شير. خلاص انا لو كده اوصل 500 شير على الاقل يا جدعان، واخد الناس اللي عامله شيرات واكسبها معايا. انا لسه مخلص المشكله. اها ها، انت شيرك مش محسوب يا اسطى، انت معايا من البدايه وجاي تفتكر دلوقتي تقول اشير لك؟ ماشي يا احمد. اولا انا شلبي بس كان في مشكله مع محمود محمد وعبيدي، فانا كنت بحبها، فحتى عبيدي اكيد انا خدته معايا. خدته ولا يا عم اخد خدته في الشير يعني، اخدته برايفت يعني. كمان اسكت يا خدت شير انا واي انا شيرات الزهره بوده بوده ومارو. يا رب فك الدقيقه، والله انا قاعد مش عايز العب علشان اشوف الشيرات اهي بترفع اهي 330. بس يا اخويا اقدر اللي عامل شير، انا بالظبط كام دقيقه هلعب باخر دور ده واشوف الناس اللي عامله شيرات. هستنى بس الناس لما تخلص شيرات وابدا اوزع عليهم. وزع واعمل روح، عندي شغل مش هلحق. انا متاخر بتاع تلت ساعه اللايف الاولاني. ايه 3 و7 و4 و8 وانا خسران. بص انا انا 50 في 30 مليون، انا كنت 3 4 7 عايز العب مش عايز، مش في ورق قلب دي كلمة. انا خسران بتاع دي 40 مليون كده. خسرتهم امتى مش عارف والله، والله ما اعرف. محمد المرشدي بس عليك يا شلبي وبيقول لي اوصيك عليه. حاضر يا اسطى، احلى وصايا. محمود خالد، طب ايه هنكسب؟ هنكسب يا اسطى، هنكسب يا اسطى، بس انا ابص على الشير الاول. تلاتة وخمسة ستة وسبعة فلاشاية. طب ماشي لسه لي فلاشاية. اسلك فلاش. عايز رايز. ايوه من اسين تاني، احلى خسارة بالاسين يا جدعان. ولا اعرف والله يا اسطى. اكونتات الفكر على الديسكورد محمد مجدي. اه انا داخل مبنده من كله. بس لا يا هي ملعب يعني، العيال بتلعب بيت كده ليه؟ ثمانية وخمسين يا اسطى. كريم ياسر فين؟ كريم ياسر مش عارف. كريم ياسر شكله على عملهم، كسب وشكله عملهم. انا كنت عايز العب ليه فلت؟ المهم والله كنت عايز العب، بقول انا كنت عايز العب باشا. انا امبارح عامل 400 شير وبعت عدي 50 مليون بسرعه، انا ما شفتش حاجه. 400 شير ازاي اصلا لو هم كلهم ما كانوش جايبين 200 شير؟ انصب. انا نصاب، حتى نصاب في الشيرات. المهم ان انا لا انا خلاص، انا فاضل كام ثانيه اهو، انا خلاص هقفل. تمام، ابص على الناس اللي عامله شير دلوقتي، اقول اساميهم بس. تمام، الناس اللي عامله شير ماشي، انا كتبت الناس اللي عامله شير، اللي انا هقول اسمهم خلاص انزلوا بالاي دي خلاص. يلا. محمود عبد الله، تمام. كريم ياسر،
لو مش موجود خلاص شعبان، لو شعبان الجعفري، يوسف شعلان، بودة سيد، يوسف شعلان تاني. لا بالراحة بس، الناس اللي عاملة دلوقتي شير أنا مش هاخدها. تمام، محمود محمد، يوسف شعلان تاني، اللي هو ده 4 اكونتات بتوع الراجل داخل عامل شيرات بيهم. نترو تمام، جمال غريب، مارو تمام، علي عصام، ايوه نزل اي دي، محمود محمد تمام. احمد علي حماده، هو عامل 1 شير بس، لو موجود ماشي ما فيش مشكله. احمد سعد بس، احمد محمود ابو صلاح، مازن اللي لسه عامل شير دلوقتي حالا. انا كنت واخد شير، ما خلاص يا اسطى، انا قلت اسمك، الناس اللي عامله يا ريت. بس انا ما قلتش يوسف حسن تمام، ما قلتش عبد الرحمن، انا قلت بودة، قلت احمد، قلت مازن، قلت شعلان، قلت علي عصام، قلت ما اعرفش مين، الناس دي كلها اللي عامله تشيرات. شلبي قلت هديلك. طب بقول لكم ايه، هوزع عشوائي بقى وخلاص تمام، هوزع على 10 تنفار خلاص يا رجاله عشان انجز، عشان انا اقسم بالله متاخر على الشغل. يلا جرعان، الناس اللي انا بقول الشير دي، علي عصام هو تمام اول واحد، مبروك. استنى راح فين، مارو، معلش. خلاص يا جدعان، انا بقول الناس اهو، محمد عصام، لا مين محمد عصام الفيك اللي داخل ده، عبده، مش عارف مين الناس اللي لسه داخله وبتتكلم دي. لا ماشي، احمد سامي، مشايره شلبي، ما شفتكش والله يا اسطى. انا بدور على الشيرات قدام اهو. محمود خالد، تعالى اسطى، اصبروا. محمود خالد قافل تمام، النصاب، مازن، مؤاخذة يا مازن، باتمان، قفشتك على الطلبات، مديك حاجة يلا. يلا عشان بحبك. عبد الرحمن رمضان راح فين، خد تعالى. عبد الرحمن رمضان قفشتك يلا. محمود عبد الله، انا لسه عارف يا عم. كريم، ايوه بس محمد عصام فيك، ما هو فيك يا اسطى، ما كسبتوش يا اسطى، اصلا عامل ازاي هو اكونت فيك اصلا. عبد الله عماد فيه، لا يا اسطى عيب عليك، انا وزعتها على اكتر من 10 صح. طب يا اسطى انزلوا بالاي دي يا اسطى، فتحت، طب انزل بالاي دي يا محمود، محمود يا خليل، انت وعبد الله انزلوا بالاي دي يا جدعان. عبد الله عماد اهو، بص يا عماد انت قافل يا عماد، الناس اللي عبد الله عماد انت قافل. طب نشوف محمد خالد، طيب محمد خالد فات اهو، انا هشوف عبد الله عماد وهقفل خلاص عشان انا اتاخرت يا جدعان، اقسم بالله. عبد الله عماد فتح،
طيب ايه تاني؟ استنى، مين بيقول ايه؟ شباب انا مش شايف والله. طب انزل بالاي دي احمد يا سعد، انزل بالاي دي. ماشي يا عم يوسف، ابعت لك بودة سيد. يلا يا عم، والله العظيم انا ما انتوا بخلة ومش عايزين توصلوني 500 شير، بس يلا ماشي. راح فين؟ في ايه؟ انا اصبع وجعني. طب مين اللي اصبع وجعه فين ده؟ محمد عواد. تعالى يا عم، انا مكسب اكتر من 15 واحد اهو. انا واخد بالي يا اسطى، عيب عليك. احمد سعد يا عم شلبجي، خلاص يا اسطى ثلاث طلبات. انا موزع فوق ال 200 مليون النهارده. حبيبي يلا يا جدعان، سلام. يا ايه؟ يا حلاوة المليار. فين حلاوة المليار ايه؟ انت وزعت 200 مليون، دي حلاوة مليار. هو بتاعي يا اسطى، ده انتوا مش عارفين حاجة يا جدعان. كريم محمد تعالى يا عم، يا نهار اسوخ. بص جيت اضغط على كريم محمد النهارده، حلاوة المليار اللي كان معاك يا عم. وانت مفكر المليار دوت انا كسبانه؟ مستعبط. بص يا كريم، انت قافل يا كريم، انت قافل يا كريم اهو، تمام؟ او لا، هو كده في مشكله، مش قافل، تاني قافل اهو. عامة انا خلاص، انا كده موزع اكتر من 20 واحد اصلا. يلا سلام بابا، سيب لي بيكم.